القهوة كانت بالنسبة لثوار ميدان التحرير هو البيت المتنقي. كانت الملجأ الوحيد لينا أو المأوى الوحيد لينا. فكرة إن هي بداية الحوار هي كانت على القهوة. لما انت بتنهضي نظام لا يمكن تروح المستشفيات لانه اول شيء بيبلغ عنه، فلو كانت جروح بسيطه ولا بتاع كان بتتعالج على المقهى. حاسس انه بيقعد مع المجلس العسكري، يعني بيقعد مع حاجه اكبر من القهوه بكتير، متهيألي اكيد بيشربوا قهوه هناك، يعني لما كانوش حتى بياكلوا تشيز كيك مع بعض. في ذكرى ثورة يناير اخترنا أن نعيش يوما في الكواليس الخلفية لميدان التحرير، مقاهي وسط البلد. في هذه المقاهي كان يتم الإعداد للمسيرات والتجهيز للمليونيات وعلاج الجرحى والمصابين والمختنقين بالغاز. في هذه المقاهي كان يتم الاستراحة من عناء اليوم وتجديد القوى للاعتصام والحشد من تيارات شابة لا تمتلك مقرات أو أماكن للتجمع إلا المقاهي والفضاء الافتراضي للإنترنت. وطوال الثلاث سنوات الماضية ظهرت أنماط جديدة من المقاهي كان لها دورا مؤثرا في مجرى الأحداث. أفراح وأتراح، حشد وتهور، استفتاءات وانتخابات، دساتير مجالس نيابية، قنابل غاز وخرطوش، رصاص حي وحجارة، قتلى ومصابون، مسيرات مليونية، دموع وأغاني. هكذا مرت ثلاثة أعوام على الثورة المصرية. ولد خلالها جيل جديد تعلم النزول إلى الشارع وأصبحت الأماكن تمثل له ذكريات مؤلمة ومفرحة في آن واحد. القهوة خلقت تحكي في 100 مليون حوار، صد ضحكها يكسر مرار الانتظار. القهوة خلقت تحكي في 100 مليون حوار، صد ضحكها يكسر مرار الانتظار. القهوة بالنسبة لنا أبان الثورة وأبان أحداث الثورة من بدايتها. كنا بنعتبرها زي دوار العمدة. كانت الملجأ الوحيد لينا أو المأوى الوحيد لينا للهروب بيها من الهروب فيها من باتش الآلة الداخلية والآلة العسكرية. وكانت مقاهي وسط العاصمة المصرية أكبر شاهد على هذه الأحداث والتي كان الثوار يركنون إليها للراحة أو للنقاش والإعداد لتظاهرات جديدة. هي الكواليس الخلفية لميدان التحرير بكل ما فيه من زخم وحماس وأحيانا تناقضات. على القهوة ناس قاعدة تدوق طعم الوطن، على القهوة ناس قاعدة تدوق طعم الوطن. 18 يوم بتوع التحرير كنا نهتف ونمشي مسيرات، نيجي على القهوة مثلا نشرب شاي ونتكلم بقى، نتكلم سياسية، نتكلم على الأخطاء، المعطيات اللي جاية بعد كده، النتائج، نتناقش في كل الأمور السياسية اللي كانت موجودة في البلد ساعتها. القهوة كانت بالنسبة لثوار ميدان التحرير هو البيت المتنقي، محفظتي وجيبي ولقمتي وصحابي اللي أنا بدور عليهم اللي على مبدئي بروح لهم في مكانهم علشان نتقابل ونشوف احنا نعمل ايه بكرة. بعد 3 سنوات من ثورة يناير تغير ميدان التحرير وتغيرت أيضا خريطة مقاهي وسط البلد. رفاق الميدان السابقون تحولوا إلى أحزاب أو حركات أو تيارات، ومقاهي وسط البلد تأثرت بنفس ظاهرة الاستقطاب السياسي، فأصبحت هناك مقاهي لستة إبريل وأخرى لليساريين أو الليبراليين، حتى أن تيار من السلفيين أصبح يعرف باسم مقهى سلفيو كوستا. التجمعات أو الحركات أو القوى الثورية كانت بتختار مكان هي اللي بتلتقي فيه وهي اللي بتحس فيه بالراحة، لكن مش معنى كده أن رواد هذا المقهى بأكمله تابع لهذه الحركة. المغزى في الحكاية مش أن أنا تابع أني حركة،
المغزى في الحكايه ان انا منتمي لهذه الثوره. لقيت بعد الثوره ان ممكن يبقى قاعد مثلا في القهوه 10 15 واحد ويحصل مشكله، ان ده بيأيد فلان وده ضد فلان والاثنين يقوموا يمسكوا في بعض. خلاص راح التوحيد اللي احنا كنا فيه، راح التوحد اللي كان موجود، راح ان الروح الجميله اللي كانت موجوده. حتى منذ مطلع القرن العشرين كانت المقاهي جزءا حيا من الحياه السياسيه والثقافيه المصريه، قبل أن تتحول إلى مجرد شيشة وطاولة وجلسة للعاطلين أو أصحاب المعاشات لقتل الوقت. اليوم عادت المقاهي بقوة لتلعب دورا في كواليس السياسة والثقافة والمجتمع، ولكنها تأثرت بما تأثر به المجتمع من استقطاب حاد وانقسام. فهل يستطيع المقهى أن يتعافى ويستعيد توحد الميدان الذي كان؟